أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من MHT Planet. بهذا الفيديو خلينا نتعرف أنا وياكم على 5 عقد مختلفة ومثيرة للاهتمام اللي ممكن أنه تسهل عليك حياتك. خلينا نشوف. العقد رقم 1، عقدة المشنقة. ناخد نهاية الحبل ومنحطها على شكل حرف الزد. نرجع من نهاية الحبل منلف عدة لفات، منلف أول لفة واللفة الثانية منلفها فوقها، كمان بعد منلف لفتين. نرجع منفوت الحبل بالفتحة بهذا الشكل ومنشد العقدة مظبوط، وهيك منكون حصلنا على عقدة قوية وجاهزة لنرفع أو ننزل فيها قنينة، مرطبين أو علبة وإلى مهنة. العقدة رقم 2، عقدة الالتقاء. هيك عقدة فينا نربط فيها حبلين نفس بعضهم. على نهاية أول حبل نربط رابطة عادية، ونهاية الحبل الثاني منفوتها بالحبل الأول، وبشكل عادي منعيد رسمة العقدة تبع الحبل الأول ومنشد العقدة مظبوط، وهيك منكون حصلنا على عقدة قوية ومشدودة وجاهزة لنشد فيها أي شيء. العقدة رقم 3، عقدة العضلة. من نص الحبل نعمل حلقة بهذا الشكل، نرجع منها نعمل حلقتين حتى اللي نحصل على شكل الرقم 8. نرجع بهذا الشكل منجمع الحلقتين مع بعضهم لنحصل على عقدة جاهزة لنشدها من الميلتين على الهدف اللي بدنا اياه. الحلو بهذه العقدة انه من بعد ما تنشد بصير في صعوبة انه تعود تنفك، مثل ما شايفين حطيتها وربطت فيها ايدي وما عم بقدر ارجع فكها. هيدي العقدة فينا نستعملها بكتير مطارح، انا استعملتها لحتى لي اربط فيها اكياس الموني تبع البيت. العقدة رقم 4، عقدة الموصل المتوسط. الحلو بهيدي العقدة انه في عندها كتير استعمالات، هلأ رح فرجيكم على وحدة منه. اعتبر حالي انه بهذا المطرح عنا تلف ولح تنقطش الحبلة. الحل هو انه نقسم الحبل بالمطرح ما في عنا التلف ومنعمل برمي بنسبة 360 درجة. نرجع منطويها على بعضها بهذا الشكل ومنفوت مطرح ما متلوف الحبلة بقلب هيدي الحلقة اللي موجودة عندي بنهاية البرمي، وبهذا الشكل منشد العقدة مظبوط. وهيك هيدي العقدة قد ما شديت على الأطراف تاعولها مش ممكن انه تنفك أو تنحل. العقدة رقم 5، عقدة البرميل. هيك عقدة كتير بتستعمل لرفع وتنزيل حمولات من مواقع مرتفعة مثل البراميل أو مبردات الهواء. منحط الحمولة على الحبل ومنربطها بالربطة العادية. نرجع منفتح نص العقدة ومندخلها على أطراف الحمولة ومنشدها مظبوط، وهيك بتكون الحمولة مربوطة ومثبتة مظبوط. فينا نحط فوق الحمولة اللي بالشبيهة وبنربطها كمان بنفس الشيء. بهذه الطريقة فينا نرفع عدد لا نهائي من الأشياء اللي بتشبه بعض. هذا كان كل شيء بدي أشوفه أنا وياكم. بشكركم لدعمكم للقناة، وبتمنى إذا عجبتكم هذه الأفكار تحطوا لايك وتعملوا اشتراك، وما تنسوا تزوروني على صفحتي على الإنستغرام والتويتر. وإلى اللقاء بفيديو جديد وأفكار جديدة. وهيك بتكون الفكرة الرائعة تعولتنا خلصت، ما بقى علينا غير أنه نجربها ونشوف كيف طلعت معنا وشو تعمل.